انا على علي دور ماشي عليك الدور. خلاص خلصنا انا خلصت بجد مش معقول هو الراجل كلم طيب. ايمن اشرف أيوة. ايمن اشرف بدا ان هو طبعا بعد موقفه كل ما بيتازم مع النادي الاهلي بتبتدي العروض تظهر ليه في اهتمام من نادي الاتحاد السكندري بضم مدافع النادي الاهلي طبعا في الفتره اللي جايه بعد نهايه عقده مع النادي الاهلي يعني حصل تواصل في الموضوع كان كابتن حلمي طولان كنت بساله على موضوع انه ايمن اشرف يكون موجود في سيراميكا كليوباترا قال لي ما اتمنى واحب يكون مرشح برضو لسيراميكا هي كمان بس انا بقول لك ان فعلا حصل تواصل مع الناديين برونو سافيو في حاجه جديده بعد ما لعب امبارح يعني حاجات مشاركته امبارح دي مجرد حاجات تسويقيه كده ومش اكتر من كده لكن لا شادي حسين شادي حسين هيكون بره برضو النادي الاهلي من الموسم الجاي ممكن يطلع اعاره بقى على حسب العرض اللي هيجيله